والله اليوم وقعنا اتفاقية مع النادي الأهلي. الاتفاقية هاي تعتبر شراكة مع النادي الأهلي ونكون راعي لمدة سنتين قادمتين. وطبعا الشراكة هاي مهمة لنا بحكم أن الرياضة شيء مهم في المجتمع الإماراتي وتستقطب يعني أعداد كبيرة من الشباب، والشراكة هاي بتساعدنا نحن أولا يكون شعارنا موجود في النادي الأهلي من خلال المباريات اللي تقوم باستاذ راشد، وأيضا بتسمح لنا نوفر عروض من خلال المباريات لجماهير النادي الأهلي. تدري اليوم كرة قدم من الألعاب المشهورة على مستوى العالم، يعني إلها متابعين. يعني أنت لو تأخذ فقط على سبيل النادي الأهلي اليوم، يعني اليوم أي مباراة للنادي الأهلي أقل شيء بتحصل 150 ألف مشاهد يتابع مباريات كرة مباريات النادي الأهلي، سواء على منطقة على مستوى دولة الإمارات أو على منطقة الخليج العربي. يعني ونادي الأهلي من الأندية العريقة، فازت كثير من البطولات في الأعوام السابقة. على سبيل المثال فقط في العام الماضي حازوا على 43 بطولة. والله هي شراكة على مع النادي الأهلي ككل، مش على صعيد لعبة معينة، ولكن لعبة كرة القدم اليوم عشان نكون واقعيين هي اللعبة الأكثر استقطابا للجماهير. يعني فنحن عروضنا وعلاماتنا التجارية هاي بتكون من خلال المنصة الرئيسية الموجودة في استاد راشد.